رجعنا مع عبدلي بيك شو. رجعنا قبل ما نستقبلوا ضيفتنا اللي جاتنا تونسية تعيش البرة مخرجة وممثلة. نحب نقول لكم اللي يحب يربح كهرباء يبعث حرف A على 85 885 يربح تويوتا أجيا توت أوبسيون. وطول نستقبلوا مع بعضنا الفنانة عفاف بن محمود. عسلامة عفاف. عسلامة لطفي. مرحبا بك في تونس. عايشك. وفي عبدلي بيك شو. شو الغيبة؟ الغيبة أنا موجودة نخدم لا مانيش نحكي فنيا. إي سي فغي فنيا موجودة. ما إعلاميا غايبة في البلاد في تونس ماكش موجودة. خاطرني ما نعيشش هنايا وكما قلت لك نخدم ونروح للدار. لكن صحيت معناها أنت ستيل جي على بروجي فوالا وترجع تعيش في قطر فوالا. راجلك اجنبي مش تونسي. مغربي لكن هو معناها مستقر في قطر من الاول. وكي عرفته خذيته قصه حب. مشيت عشت في قطر. عندك زوز بنات صحيح كبار ما شاء الله 12 سنه و8 سنين ما شاء الله تنحكيوا عليهم بعد كنت تحب. لكن اليوم اللي يخلي عفاف قعدنا مدة صغيرة ما ريناهاش ورجعت لنا بقوة ما شاء الله. عايشك لطفي. بطولة في فيلم أتيف للمخرج المهدي هميلي وزاد عملت إخراج الفيلم متاعك. صحيح. أنت المخرجة والمنتجة وأنت مش أول مرة تكون منتجة. وي. أما هذايا أنا جو كو برودوي معناتها إنتاج مشترك وإخراج مشترك. أي. ونمثل فيه وكتبته. وكتبته. عملته من الكل. تمثيل مشترك. كل شيء معناها أنت. كل شيء عملته من الكل. باش نبداو نحكيو عفيف باش تحب تبدا. اللي تحب أنت. نحكيو على أتيف. نحكيو على أتيف. اللي فيلم هو تو موجود في السينما. صحيح. الحقيقة أنا ما تفرجتش أما سمعت أوتور دو موا لي جون يقولوا فيلم قوي برشا. فيلم عفيف عملت فيه دور مهم جدا جدا بيرفورمانس كبيرة. نشوفوا التيزر ونرجعوا. الدمي فينال. عايش كمان. كلمني ليلى مع السبعة. عايشك. عايشك عارفي. كيف اللي عارفك على ولدك؟ قد يروك وارجي به وانا نعرف اليوم استحق تزة صغيرة هكا باش يوصل. خرجها. عندك مشكلة معايا انت؟ انت بكلك في خربطك مش كلك. جات الدنيا دنيا وعندكم قلب راكم ما خليتوش مؤمن وحده. ربيتوا بالينا مع الحفرة. عفت روحي عفت حياتي. حمام قاعد تفرج جهشم كان يوحده. ما تخاف اللعب حراش مع بلاء ما عادش فيها. اعطيني الكور. سرعة حبيبي ابراهيم. حقك ولا لا وجع على ولدي. تركسي صفق علي كان لان اليوم ما عنديش جمهور نخدموا بلاش لاسباب كوروناويه ما سيرش فهمتي. يعطيك الصحه. عايشك. ديزا بون دانونس سا دون انفي دو فوار.
عفاف علاش قبلت الدور هذا؟ خاطر عجبني برشا، خاطر مهدي خدمت معاه في الكور ميتراج، هو كان منتج ومفيدة فضي اللي كانت المخرجة، كانت أول تعامل بتاعي مع مهدي سيتي ان 2016، ومن بعد اقترح علي أني نخدم معاه في فيلمو هذايا، دونك من آخر 2016-2017، إي دوبوي كل مرة يعطيني سيناريو نقراه رجع نمشي. وأمال شخصية ياسر عجبتني، شخصية قوية، شخصية تمثل المرأة التونسية، ولا المرأة في أي محل، معناتها مش كانت تونسية، المرأة اللي تهز على كرايمها واللي مالغري اللي يصير لها الكل، وقت تكون عندها عائلة ويكون عندها صغار كي شنو تعمل، تعطي عينيها تقتل كل مرأة تحب ولادها، تحب ولادها تعطي عينيها تنزل على ولدها وتحارب. بيرسوناج يوجع برشا، يوجع برشا. ظهر لي عفاف خدمته مليح هكا قالوا. مش هكا نحن توا نحكيو ارقام، مش خاطر صديقتي باش نرمي لك ورود، ماشي الحكايه هذه. انت خذيت جائزه احسن ممثله في مصر، صحيح، مش لعبه، معناها مهرجان القاهره من افلام كبيره، ممثلين كبار، ممثلات كبار معاك، انت خذيت احسن ممثله، معناها يحلم بها اي ممثل سيسيور. انت تكريم في مصر، عباره معناها ربحت وروحت، صحيح. هذاك اللي صار، اللي صار اللي خدمت فيلم بمصداقية كبيرة. مهدي من المخرجين اللي بالحق نتمنى لك تخدم معاه لطفي، على خاطر يعطيك برشا حرية، يخليك ما تتحس بثقة، ومعناتها فريمون 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 البيرسوناج نتاعو، ديجا شخصياته الكل خدمهم بالكدا، والتعامل نتاعو مع المخرجين مع الممثلين نتاعو، معناتها خدمنا مع بعضنا كممثلين، تعرف الممثل وقت اللي تعطيه مساحة قداش ينجم يعطي وقداش، معناتها جاي لا شونس دو ترافاي دون سو فيلم، واللي معناتها انت زاد قاعد تقول لنا اون لا شونس اللي عندنا مخرج جديد كيما مهدي. وي جون، ونحن حشتنا اليوم. وي في مخرجين جدد، ناس تاخذ مشعل تعطي، ما احلاش من مخرج، ميرسي مهدي، ما احلاش من مخرج يعطي فيلم هكا للبلاد للتوانسه، يعطي شخصيه مكتوبه مليح للممثله، يعطي بري للممثل، لانه ممثل حاضر موجود، كان ما يجيش الدور هذا، وانا نعرف صحيح كان ما يجيكش الدور هذايا ما تنجمش بلي مهما كان طاقة تقعد عندك وكهو. بالضبط. اش صار في مصر؟ في مصر مالوغوزمون ما مشيتش. اوي اي 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 توجع 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 برشا. لماذا؟ على خاطرني كنت نصور في فيلمويا، ومازلت كي كملت، وفيلمويا اللي معناتها كنت فيه برشا حاجات في نفس الوقت، دونك ما نجمتش. ما كانش في بالك باش تاخذ جايز؟ ما كانش في بالي. كنت نجم مثلا توقف نهار التورناج تمشي تجيب جايزتك؟ لا انا كملت التورناج، اما معناتها كملت قد وتعرف كيفاش يلزمك فيزا وكل شيء، دونك ما عملتش فيزا باش نجم نمشي، وما كانش في بالي باش ناخذ جايزه. فرحت بها؟ اش قولك؟ لا كي تقول لي شنو فرحت؟ بيان سور فرحت 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 برشا زاده فرحت. مو تستنى فيه كممثله؟ وي لكنك انت خدمت في برشا افلام خذاو جوائز. وي التتويج كان انديريكت بالنسبه ليك، لانه افلام خدمت انت مع نوري بوزيد وما ادراك، يعني جبت لك برشا جوائز. لا تنافسش، مبروك عليا، ما نحبش نحكي على روحي، يعني نحكي عليك انت. انا معناها انت خدمت في افلام مهمين، خدمت مع نوري بوزيد، خدمت مع نوري بوزيد دور البطوله ان جران، ونوري كان يحبك برشا، كان من ومازال يحبك، لدرجة أنت بعد ما خدمت مع نوري بوزيد كممثلة في دور كبير برشا مهم في فيلم كبير برشا، مع الوقت شيء اللي يحلموا به العباد، يعني أنك الناس تحلم باش تخدم مع نوري في فيلم، دو تلقى روحك أنت المنتجة نتاع نوري بوزيد من بعد 10 سنين ولا أكثر. أكثر أي ميكينغ أوف 2005. أي وعرايس الخوف 2016 مش مشكل، بعد مدة بعد مدة تلقى روحك انت منجة تاع نوري بوزيد. ما خفتش؟ ما خممتش صدمت. وكيفاش نوري بوزيد وما ادراك يقبل منجة جديدة؟ هو شوف معناتها حتى كان انتجت ولا اليوم مخرجه ولا معناتها ولا ممثله، معناتها هذا الكل ما يجيش من لا شيء، قريت
ما تجي ميتريز اون مانجمنت في الميدان عندي قداش من سنين بعد المانجمنت قريت اخراج جي ان ديبلوم اون رياليزاسيون دونك لو فيت كوجوردي ننتج ولا نخرج ولا نمثل هذا الكل ثم ان كورسوس اون باراليل اللي خدمت عليه نوري معناتها بحكم العشره نتاع قداش من سنه الى توجور كرو اون موا معناتها اون طونك ارتيست من هو من اكثر العباد معناتها الاولانيين اللي كان ديما يشجعني لا يلزمك تكمل كي كنت نقرا في المانجمنت يقول لي لا يلزمك تعمل اكثر في التمثيل لازمك تعمل هكا لازمك تعمل هكا كان معناتها الحق تعمل معناها تقول انت لابور دو نوري بوزيت في حياتك وفي مسيرتك الفنيه اكس مهم وي كل شاك اتاب مهمه معناتها انا حتى سي البارتي نتاع سيهم بالخوجه اللي هي معناتها كمان 10 سنين ولا اكثر انت كنت دانسوز وي قبل ما تكون ممثله ومن بعد خدمت برشا مع 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 سيهم بالخوجه وي نوجه لها التحيه حيوة. خدمت برشا مع سيهم ومن بعد من 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 الدانس مشيت للتمثيل ومن التمثيل قريت اخراج وبعد انتاج معناها ممكن بعد نلقاك منشطة خاطر بريسك لو ميم باركور تعدي عفاف بيك شو انا بدي دانس وتمثيل واليوم منشط ان 99 ولا ان 2000 كانت عندي ايميسيون في القناه الوطنيه دونك انت بديت بالترشيت وبعد حتى الترشيت عملت كانت عندي ايميسيون دو سينما عفاف انت زاد كي حكيت على الباركور تاع دانسوز انا ما حبيتش نتكلم انت كنت من الجينيراسيون من الاصدقاء المقربين ديو بريسك انت ودرة زروق جيتوا مع بعضكم في الدانس ومن بعد التمثيل مع بعضكم ان سيرتان مومون رفيقة الدرب نتاعك ومن بعد كل واحد مشي على روحه وينكم في بعضكم اصحاب لا فم العلاقه تقطعت جمله واحده العلاقه تقطعت دون لو سونس وما عادش عايشين في كل واحد في ثنيته مي لليوم نبعثوا لبعضنا ميساجات فما معناها موده علاقه بركت لي كي خديت الجائزه هي بركت لي هند صبري بركت لي كي عرست بعثت لها مساج بركت لها رجعت لي ميرسي معناتها عندنا واتساب بعضنا ونكلموا معناتها دون لي غران معناتها كي بدا ثم ايفينمون نكلموا بعضنا بعد نتقابلوا في مهرجانات توا علاش عفاف تبارك الله ثقفه قاريه في السينما متمكنه فنانه متكامله علاش عفاف ماهيش في مصر كيما مشات هند وكيما مشات انت من الاوائل اللي موجودين من جينيراسيون تاع السسمه مش هند ميم تاع انا ودره فرد عمر معناتها وبديتوا مع بعضكم علاش دره سي دي شوا دو في معناتها انا وقت سيد الريم وقت سيد الريم وقتها زاد دره مشيت مصر 2007 سيد الريم سكسي كبير برشا 2008 با جاي يو بوكو دو بروبوزيسيون كلموني خاطر جوستومون سيتي ان غران سكسي مي انا عمري ما شفت روحي نمشي لمصر معناتها اختيار شخصي وكيما قلت لك معناتها في نفس الوقت عمري ما شفت روحي كان ممثله يمكن كان جيت نشوف في روحي كان ممثله معناتها لو انا نفهمك راك كي تقول لي هكا انا نفهمك خاطر سي بيسك لو مشوا عمري ما ريت بالرغم اللي اقترحوا عليا دون لو طون موضوع عمري ما حكيت فيه ما نحبش نحكي عليه انت تعرف معناها في فيلم ميكينغ اوف في العالم الكل نلقى روحي لونفون دو سينما شكون وما حبيتش اتجاه اخر عندي لكن انت ما ندمتش اليوم كي تشوف دره وين وصلت دره ولات نجمه سوبر ستار سوبر ستار ممثله انا مانيش كان ممثله كان جيت نحب كان ممثله في حياتي راني نقول كان ممثله دوبي لطون هانيش قاعده نعمل مازلت جي با ايفولوي اما كي نكون ممثله وفي نفس الوقت مخرجه وفي نفس الوقت منتجه كيما انت كنت تحكي معناتها انتجت نوري بوزيت توا مثلك كملت انتاج فيلم ويا سيناريو يا قعدت 5 سنين وانك تكتب فيك باش تقعد تكتب سيناريو 5 سنين مو يلزمك ايبرناسيون يلزمك تسكر على روحك يلزمك دونك هذاك الكل سي دي شوا دو في اون ميم تون عرست على بكري معناتها في نفس الوقت جبت صغار عندي عائله اللي هي بها دونك سي دي شوا دو في عفاف تلقى وقت لعائلتها اكثر ولا تعمل فيها بون كيليبر بين الفن وعائلتها نحاول باش نقسم الحق خاطر العائله قد ما تعطيها شويه دونك دونك نحاول ديما تي ريغريت با معناها ماكش في مصر وماكش نو نو الوغ لا با دي تو ماكش في بلاتفورم فيها اكثر حركه با دي تو خاطر انا تو سي معناتها هكا ولا هكا بحكم
حتى معناتها راجلي معناتها خدمته كل شيء منتج ومخرج منتج ومخرج دونك اوني طول طون دون لي فيستيفال دونك انا عمري ما بعدت على السينما عمري ما بعدت على الميدان موجوده في الميدان موجودة يا با سيت فريستراسيون عام نمشيش لكان ما ثماش عام نمشيش لبرلين ما ثماش معناتها جي ان كارني دادريس جو كوني دي جون معناتها سور ليشيل انترناسيونال مصر زاد تخوف مصر تاكلك وتقعد غادي Mais si on vise plus haut, si on vise l'international, moi je préfère. شوف انت مثلا الهند ودرك لاتهم هاس نيفو لا قعدوا في مستوى عربي كهو ما. Moi je trouve. Il n'y a pas d'ouverture اكثر. C'est des choix, معناتها ما نحبش نحكي. خلينا من شوا وبا لكن انت قلت تحط في مصر تاكل. Je pense. تقعد في مصر، تقعد في مربع كوميم اكبر من تونس من مربع صغير. مش صغير على خاطر عربي. ماهوش ما مش كان مصري ولا كان تونسي دايما معناتها النجم عربي مي كوميم عربي مي سا ريست كوميم كيما تقول مستوى اقليمي معنا انا هكا الرأي داكور مع كل احتراماتي معناتها سا سي ما فيزيون دي شوز لا كيما خليت قبل محلاك تو ماش با تي مو امورك باهيه تحكي سوغيونت اللي يقرني فيك ديما سوغيونت ملي نعرفوها حفيف ديما تضحك حطش بيك بغشة تضحك ضربت اي اي راسي تضحك وناس مش عندك مشكلة مع بناتك تحب تجيبها مع صعيبة معاهم وتضحك هكا و ها تو با فيغ لا ميشونت لا ياكلوني ماكلة يقول معايا كهوة كهوة تأثير الفن في حياتك على بناتك عائلتك خاطر عائله فنيه تبارك الله تعيشوا فن تحكي وفن تحكي برودكسيون فنانين يجوا يسهروا بحذاكم يقعدوا معناها يا اون في اكتيف كما قلت انت ارتستيك جو سي تري بيان انك دون لا في دي 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 ارتيست يا دوتر ارتيست كي باس كي بوف انفلونسي تا في لي زونفون حياتك عائلتك با ديجا بنتي الكبيره ال في دي بانتور انكرويابل تنوريك تصور من بعد معناتها سوناج 12 عام ديجا لي بالحق تعمل حاجات انكرويابل دونك ديجا في دمها وقت اللي عملنا تورناج بناهم المغرب خاطر صورت في المغرب دونك عادوا معنا جمعه elles étaient complètement impressionnées الصغيره قعدت معنا نهارين وبعد قالت لنا لا لا فنانه وطلقت لا لا ما كنتش مخرجين باهي قعدت في الاوتيل تصور وكل شيء وجبت لنا اوزر هاو المونتاج هاو التمثيل اسمع انا باش نذكرك بحاجه تذكر بنت النوري الصغيره مش ليلي ليلي توا مخرجه ديجا تبارك الله عليها ولا في دي بروف وعملت افلامها ليلى بوزيد تحيه خاصه لها تحيه ليلى الصغرونة اللي كانت تجي معانا في البلاتو مثلت اختك الصغيره اي زازي انفلونسيت المون بار لو سينما وتجي للبلاتوات وتغزر لنا هكا اليوم تقرا خرا زاد وكبرت معناها بنتك يقولوا لك نحبوا نوليو مخرجه ولا منجه ولا ممثله قالوا لي ديجا مش باش يقولوا لي قالوا لك ديجا قالوا لي يحبوا يبداو يوليو ممثلات كيف هما تقول لهم انت تختاروا اللي تحبوا تعملوا في حياتكم مش توت سويت لا بيان سور مش توت سويت تقراو 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 اش يقراو اش يقراو مازالوا صغار اش يقراو في المكتب لا معناها اش تقول لهم باش يقراو قرايه كلاسيك ياخذ دبلوم كيما واحد سا سا سي ال فول فير معناتها اون ايكول دار ولا دو ديزاين ولا حاجه كما بور موا لو بلوز امبورطون تقرا تحب تقرا اخراج تحب تقرا سينما تحب اما حاجه تتقنها تعرفها تعمل تقرا يزمك تقرا انا هكا ربي خاطر امي ربي يزمك تقرا ممكن خاطر اي العقليه ديفيرونت تو الممثلين الفنانين توانسه مالوريزمون امرتيم كريم كبيره في كاريرهم سي دي غرونو يجوني ليميسيون 90% يرغريت انهم اختاروا الكارير هذه تقول له ولدي يقول لك ولدي انا ننصحه ما يعملش المهنه هذه ولا انت والوحده تبعث الامل في بيز جيتني البلاتو فهمتي شنو نقصد؟ لا على خاطر استدعى دي جرونز ارتيست توانسه مع سامي اللي عم يترا فيهم دي ستار يجي يقول انا اليوم مالوريزمون بتيتر خاطرك انت ماكش تعيش هنا لا خاطر زاد بتيتر كي قريت مانجمنت جي اون ماتريز اون مانجمنت على ليساك قبل ما نقرا في ليزاك دونك بتيتر وحدي خاطرني ديجا في التمثيل وفي الدونس وفي درا شنو دونك اختارت نقرا ايكونومي ومن بعد مشيت نقرا سينما دونك مي بور موا واحد يقرا فن يقرا سينما لو بلوز امبورطون كيفاش تعبي مخك ومن بعد تنجم تلقى روحك معناتها تنجم اوجوردي افيك الانترنت افيك سكي سباس معناتها فرونشمون لو بلوز امبورطون سي ديتر انستروي واضح يحبوا يلقاو حل لحياتهم يلقاوه فاش جيت فاش يستنى فينا
معك جديد؟ شنو المغامرات الجديده الفنيه؟ مشاريعك؟ مشاريع جديده ديجا جو سوي تري كونتون دو فيلم اتيف اللي قاعد يدور في القاعات والصدى يسرح له فيلم ويا مزيكي كملت في التصوير دونك تاو شوي اون بلان مونتاج برك نتاعك سامحني قصيت عليك سامحني قلت تربيه ميكم تعرفني مش من سنسبي مش غريب عليك زازا معاك في الفيلم وي كيفاش كانت المعامله بتاع زازا اللي جينيال حلوة برشا يقولوا دورها حلو دورها حلو وهي إنسانة حلوة ياسر في الدنيا يعيبوا عليكم أنه زاد الفيلم فيه مشاهد صعيبة ياسر برشا عنف برشا مشاهد أنا وصلوا عبيد قالوا لي قد ما عملت أنت تطيحوا عليك في أنا يعيبوا علي برشا في المشاهد متاعي العبيد في كل كلام اللي نقوله كما أوزي يقولوا لي في الفيلم هذا هربت أكثر العبيد يسونت اللي يدخلوها شوف الفيلم يحط صبعه على مشكلة في المجتمع نتاعنا مشكلة قائمة الشباب نتاعنا كيفاش يمشيو في هاوية كيفاش برشا مشاكل إذا كان معناتها تو في با لي شوز تو با جوسكو بو دي شوز باش بالحق كي تحب معناتها توعي ولا كي تحب تحكي على مشكلة في المجتمع تو با فيغ لي شوز ا موتي الفيلم هي تحكيها يا لي هي تحكيها يا لي الفيلم يحكي الفيلم جريء مش على خاطر جرء المشاهد جريء جرء الطرح ظهر لي انت توا عشت ما بين تونس وما بين برشا بلدان تمشي لفستيفال الجرأة اللي فما في الفيلم التونسي والتابع متاع الفيلم التونسي ما تنجمش تراها في الافلام العربيه لو. لا لا بروف اليوم فما فيلم ما لبناني مصري فيه منى زكي ما يجيش اللي تفرجت فيه انا مع قالب الدنيا وعباد تسبيهم وتشويهم وناء قريب يطردوها من مصر ورجالهم معناها ولاو العباد يسبوا في راجل منى زكي احمد حلمي ودرا شنو معناها ويقولوا له اعمل تيست ديان لولدك معناها اليوم برشا ما يعرفوش اللي ما يجيش حتى شطر ربع من اللي قاعد يتقال في الافلام التونسيه دوبوي 10 ولا 20 ans ماذاك علاش الافلام التونسيه دوبوي واللي هو الفيلم نتاعك ديجا في مصر عمل بوليميك كبيره مي هو الاكثر هي خاطر فيه ممثله ليبوكريزي نتاع العرب خاطر كي تبدا حاجه هذاك كان جا فيلم جاوري راه قالوا محليه لانه الواقع نتاعو كي فيه عربيه ولا فيه منى زكي ولا فيه درا شنو تولي مشكله شوف الافلام معناتها التونسيه دوبوي لا نوي دي تون معناتها اون توجور في لا ديفيرونس ما بينات احنا والباقي العالم العربي على خاطر سي كيسيون دو سوسيولوجي سي كيسيون دو شنو احنا تحب ولا تكره تونس البلد الوحيد اللي المراه عندها حريتها فيه البلد الوحيد اللي معناتها عندنا حقوق ما ثم في حتى بلاد اخرى هذا يخلي انه المراه هذيا اللي تربي واللي تطلع تربي فيه زاد بحريه فكر اللي بتات تنجم تكون اقل دونك عندنا اون اوفرتور ديسبري اللي ماهيش موجوده في مالوغوزمون معناتها سي لا رياليتي دي شوز دونك هذاك علاش احنا مختلفين على باقي البلدان العربيه علاش انا مثلا بلاد كيف مصر ما نجمش نعيش فيها مش الناس نجم نمشي نعدي فاكونس العباد نحبهم انا بحريه التعبير بتاعي اليوم في تونس في الشيء اللي نقول فيه غادي نجم مش نتشنق بركه ما يلقاوني مربع انا مش انا نجيب شنو نقولوا بركه ونمشي ورا الشمس معني فهمت شنو نقصد وي 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 لا لا احنا عندنا حريه التعبير الحمد لله مالغري سكي سباس مالغري لا سيتواسيون اللي احنا عايشينها وخاطر الحكومه والاقتصاد ودرا شنو وكل شيء اما ثم حاجه حد ما ينجم ينحيها لنا كانت عندنا ما تولت اكثر بعد الثوره هي حريه التعبير هذا حد ما ينجم ينحيها حريه التعبير شنو هو موقف عفاف اليوم الفنانه المخرجه اللي عندها رؤيه اللي تنجم زاد اليوم تعطي الفرق في فيلم ولا تعطي رؤيه على البلاد ولا في انترفيو لبرا شنو هو رايها اليوم اللي قاعد يصير في تونس سوسيالمون بوليتيكمون وين ترا في البلاد فرحانه ماكش فرحانه اللي صاير في تونس رايي الشخصي اونكور اون فوا فرحانه خاطر تحب ولا تكره كي تصير ريفولوسيون مش دو جور لوندوما البلاد باش تولي هكا سي الحريات وكل شيء منظم وكل شيء اللي راه اليوم اللي قاعد يصير برشا بودغ زيو كو فعل دو فون اون اي اون تران دو سواني لا فورم مي با لو فون اليوم اللي قاعد نرى فيه واللي يوجعني وهذا بتدخ تم حاجات ما نعرفهمش انه في بقعة ما تم ستركتور تم سرقة تنحي سرقة نصفقه ليه اعمل ستركتور باش تولي حتى حد اللي كيجي ما نجمش يسرق خاطر تنحي هذاك يجي عشرة كيفه
سي لا سي اللي قاعد يصير اللي تم برشا ديكور قد وذا نجم نحكي حتى في وزارة الثقافة في معناتها تم حتى معناتها دي 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 لوا حاجات قطعت شعرك تقول كيفاش احنا اليوم مازلنا نعانيو في برشا حاجات معناتها نجم نعطي اون بوتيت انيكدوت ضحك انا بحكم قرايتي عندي اون كارت بروفيسيونيل دو رياليزاتريس اليوم معناتها محترفه انا فنانه ممثله محترفه عندي جوائز عالميه عامله افلام الناس الكل نمشي في الشارع قول ليش ما عندكش كارت مش كان ما عنديش مشيت قلت لهم نحب نعمل كارت داكتريس بروفيسيونيل قالوا لي ما عندكش الحق عندك الحق في كارتة واحدة انت مخرجة دوك ما تنجمش تكون ممثلة هي كل التخلف البيروقراطي تخلف بيروقراطي مي سي تري غراف على مي سي تري غراف على خاطر مثلا مثلا اليوم البوليسية هو بيدو يقعد بيهت يوقفك على مثلا بلار فيمي كهرباء يقول لك بلار فيمي ممنوع مثلا نحكي وي مي مثلا مش من البوليس هو مثلا المشكل من الاداره اللي خليت له قانون نتاع عام 80 ولا 90 ولا مي هذا هو دونك هالقوانين اللي احنا قاعدين اليوم اذا كنت تقول لي كيفاش تونس تحب تراها تتطور هالقوانين هذوما المخزه اللي خليونا ما نجموش هذوكم اللي لازمنا نريغلوهم باسكو وقت اللي انا مانيش معترف بيا كممثله هذايا معناتها انا نخدم في النوار هذا معناتها الارتيست aujourd'hui n'a pas de statut وقتاش يولي عندنا ان ستاتيو دانترميتون دو سبيكتاكل كيما في العالم اجمع يا بوكو دو بروبليم اذا كان ما راعيهمش ونبداو بالفن على خاطر الفن ياسر مهم والبلدان المتقدمه الكل تلقى الفنان هو مقدس وقتها نجمو نبداو نحكيو ونجمو نتكلموا اللي اليوم الفنان ما عندوش قدر كبير في تونس طون كي نا با دو ستاتيو ما عندوش قدر اون ا با دو ستاتيو عندنا ستاتيو دارتيست احنا نو دونك ما عندناش قدر شكرا عفيف كان معاك هكا يظهر لي كان معاك الحديث شيق عايشك انا ديما نخلي هكا فجوه صغيره للزياف نتاعي عندك موضوع تحب تحكي فيه سؤال تحب تساله حاجه تحب تقولها سؤال ما سالناه لكش ليه نحب نقول لكم انا فرحانه برشا لينا هوني واللي نتفرج في الاميسيون تاعك وتعجبني شنو حوالي الناس صفا عايشك ربي يفضلك صفا لي فيغ بليزير تقول لها عفيف تسلم علي اي فوالا نحب نحيي اللي خدموا معايا في فيلم مهدي الكل من زازا من ايهاب ولدي من حكيم مهدي بيان سور فوالا معناتها نحب نقول اللي اذا كان عمل ينجح راهو مش واحد بحده يد وحده ما تصافقش الناس الكل مع بعضهم دونك فوالا Je suis fière et contente اللي تعاملت ونخدم مع عباد اللي يضيفوا لك. ونحن اوني فيير اي كونتون اللي عندنا ممثله ومخرجه وتونسيه ومنجه تونسيه كيفك نورتنا عفيف بن محمود. عايشك لطفي. ربي فضلك خليك معنا نحب نقول لكم كان تحب تربح كهرباء تبعث حرف ا على 85 885 تربح تويوتا اجيا توت اوبسيون. ابا احسن آلة نموت عليها الكمانجا معناها ملي صغير الحمد لله يا ربي نعزف كان كمانجا ملي صغير دونك مرحبا بكم في تالنت كلوب المره هذيك كما تشوفوا احتلينا تروشيك باند طردناهم شي يعملوا في فورماسيون الاولاد اللي هنا مشي يعمل كليماتيزاسيون شوفروا هذا يبيع في فريكاسي فهمتني كيفاش الاولاد امينه كالفرتاس هذاك زاد بعثناه لكندا اعاره 6 سنين ان شاء الله يجي ان شاء الله يرجع دونك باش نقول لكم ما عليه واحد يبدا عنده فرقه ان شاء الله استنونا عرب الدنيا معايا الجميع أسامة ودالي نورمالمون باش نكسروا الفنانين الكل واش عندك لو 27 اللي عنده دات فارغ ما يكلمناش دونك عازف كمان جا اوس المسعودي باش نقدم عازفين بالحق تو كنت بفضلك دونك مرحبا مرحبا شكون معايا دالي رقيق من صفاقس دالي رقيق دونك دالي انا كنت بفضلك ام انت عازف وفنان بالحق بيه دونك دالي مين جيت انت من صفاقس من صفاقس قداش عندك تعزف دالي وتغني عندي 7 سنين 7 سنين ايه كان عملتهم تبرك توا شاد كلينيك وحدك اما انت اخترت دربوك ايه تعزف كان دربوك ولا فما آلات اخرين بيكتري بيركسيونيست اي حاجه فيها دم وتيك مرحبا بك دالي دونك دالي انت توا باش تعزف مع اخوك انت تغني اما باش تعزف مع اخوك نجمو نشوفوك الاسابيع القادمه معناها تغني لنا حاجه ان شاء الله توا سبقت الصغير ان شاء الله سبقت الصغير وبعد تخلط ان شاء الله مرحبا بك دالي نمشي لاسامه قساره المايسترو المايسترو اسامه قساره
اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين والساده المتفرجين، مرحبا بكم الناس كل. اسامه قصاره جيتكم من صفاقس. مرحبا اسامه. دونك اسامه كيفي انت تعمل كمانجه؟ انت يوسف بيانيست تسمى؟ تبابلي تبابلي تبابلي. انت بيانيست تسمى؟ انا بيانيست، انا بيانيست ونعزف اورج، معناتها بيانيست اورجانيست، متحصل على بطاقة احتراف، عندي الاحتراف الفني وان شاء الله يا ربي قاعد نقرا زاد للدبلوم ان شاء الله. لا لا، وفي الفيسبوك المايسترو أسامة قسام المايسترو. والله تسمية سمح لي واحد صاحبي قال لي ايش قولك كان تحط مايسترو، قلت له اوكي من رجل واضح مشيت معك. وهي تعالى عليك صاحبي أسامة، دونك اش تعزف توا مع داليو باش نسمعوا ريان. ايه نستقروا بعضنا ريان. مرحبا مرحبا مرحبا، نورت نورت. مرحبا مرحبا ريان، اهو شدك اخوي. عسلام. عسلام. شحالك؟ أمورك طيبة؟ الحمد لله. باهي رايا، مين جيتنا أنت؟ من صفاقس. من صفاقس، قد إيه عمرك؟ 14 سنة، هاي. واخذ تاني الذهبي في أيام قرطاج الموسيقية. هاي. وخذيت التاني الذهبي يعني. تاني الذهبي في أيام قرطاج الموسيقية. معناها تو باش نسمعوا حاجة رعب. إن شاء الله. حاجة عالمية. عالمية. توعد المشاهدين. إن شاء الله. خليكم مع رايين والجروب.
عطيني بوس هو كوفيد هذا برجولية سبونتاني يا خويا برافو رايان متأكد لدي مستقبل فنان إن شاء الله عربي مش حتى في تونس هكاهو فما تأثر كبير بواحد أنا فقت بيك سمعتك تأثر كبير بجورج وسوف تحب جورج وسوف إن شاء الله خويا تولي سلطان الترب وحتى خير إن شاء الله مرحبا بيك رايان عايش نورتنا ميرسي وسامع ميرسي دالي مازالت تالنت كلوب مازالت تالنت كلوب راهي نقدموا الموهبة اللي بعد جايتنا طفلة خويا في الجيمناستيك كيفك انت في صوتك تير تيران جاتنا من الكرم نشوفوها مع بعضنا نشوفوها هاي برا نمشي نجيبوه هاي دونك تذكر معايا تو الطفله اللي قلت عليها كنت نحكي عليها انا وريان مرحبا معاها تفضل كوتش بلال استاذ التربيه البدنيه دونك ناثروا في الصغيرات اللي كيما رانيم وكيما برشا صغيرات حتى 3 ان شاء الله الكفاءات التونسيه تاخذ فرصه ان شاء الله في قادم المواعيد معناها تقصد انت استاذ التربيه البدنيه وانت لاهي بهم في الكرم لاهي بهم في سالت دريم جيم سال دريم جيم دونك وتو باش نشوفوا عصارة الخدمة كما قلنا بون ماهيش عصارة الخدمة خاطر راني ما شاء الله عليها موهبة كبيرة برشا ما شاء الله فما صغيرات برشا كيف ان شاء الله ياخذوا زادة فرصة ان شاء الله ان شاء الله راني واحدة تمثلهم وان شاء الله توريكم حاجة مزيان ان شاء الله عطيه الميكرو شكرا كوتش مرحبا مرحبا شد الميكرو صافا حشام انت مش برش دونك راني قداش عمرك 11 سنة هاي وقداش عندك تعمل في الجيمناستيك؟ 3 سنين معناها تو باش نشوفوا حاجة طيارة إن شاء الله هاي خليكم على نيم
راني ميش هيش يا راني ميش هيش كملت بروحة كملت بروحة كهو شنو شنو اللي تكمل تروح مو ماكش تعمل ديديكاس للعباد اللي يشوفوا فيك للدار هاي شد الميكرو شد الميكرو عملت كاربستين وشنو هذيك الفازة عملت لي هاك رندات فليب شو اسمها رندات فليب لا لا رندات فليب لا لا رجولية رنيم أبدعت برافو برافو دونك تحب تعمل ديديكاس رنيم هاي لشكون نحب نعمل ديديكاس لسارة دريم جيم هاي وديديكاس لعائلتي هاي و باش نعمل ديديكاس لأمي وبابا هما اللي شجعوني باش نولي هكا ومسيو بليل هو اللي أطرني بالطبع ونعمل ديديكاس نعرفهم الكل نس كل نس كل ميرسي ميرسي رنيم كانت هذه تاوت كلوب قبل جمعة جاية صباح الخير نس كل We'll be right back.